دي اجمد شاشه كيرفت للالعاب ممكن تجربها، لان الشاشه بتيجي بريفرش ريت 250 هرتز وريسبونس تايم 1 ملي سكند. والشاشه اللي معايا هي جي 27 سي 4 اكس كيرفت من ام اس اي، ودي من اجمد الشاشات اللي جربتها في الالعاب الفتره دي. وهتعرف لما اكمل الفيديو معايا انا ليه بقول من اجمل الشاشات اللي جربتها في الالعاب. بس قبل ما اكمل الفيديو عايز اقول لك انك ممكن تكسب جيفت كارد من ام اس اي بيوصل لحد 5750 جنيه لو قدرت تشتري منهم ماذر بورد او كارت شاشه او شاشه زي اللي معايا دي او مبرد مائي. كل اللي عليك هتعمل حساب على موقع ام اس اي، وده سهل جدا انك تعمله، وهتسجل المنتج اللي انت اشتريته وترفع فاتوره الشراء خلال 14 يوم من تاريخ الشراء بتاعك، وبعد كده هتلاقي الجيفت كارد اتبعت لك على الايميل اللي انت مسجل بيه في الموقع. وعروض الصيف من ام اس اي ساريه لحد 28/8، وانت لو اشتريت في اخر يوم في عرض الصيف هتقدر ترفع فاتورتك خلال 14 يوم من يوم الشراء، وهسيب لك اللينك في الوصف اسفل الفيديو. وقبل ما نتكلم عن الشاشه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وكل الدول العربيه ان ربنا ينصرهم، ويا صديقي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه. الشاشه بتيجي بانل من نوع في اي بمقاس 27 بدقه 1920 × 1080 وبنسبه عرض في ارتفاع 16:9، وطبعا الشاشه بتيجي كيرفد 1500 ار. واهم ميزه والاقوى انها بتيجي بتردد 250 هرتز ومعدل سرعه استجابه 1 ملي سكند. واول حاجه هتكلم عنها هو تصميم الشاشه، واول جزء هتكلم عن الحامل. الحامل بتربط باربع مسامير من ظهر الشاشه، وقاعده الشاشه بتربطها بمسمار واحد من الاسفل. وبما اتكلمنا على الحامل تعالوا نشوف حركه الشاشه مع الحامل ده. للاسف الشديد ان زوايا الحركه بتاعت الحامل دوت هي بس للاعلى وللاسفل زي ما انت شايف كده، وبصراحه دي من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الشاشه. كنت افضل ان يكون في حركه اكتر مع الحامل ده، او على الاقل يكون في حركه كمان يمين وشمال. وتاني حاجه حابب اتكلم عنها هو معدل التحديث او الفريم ريت، ودي من الحاجات اللي خلتني اقول على الشاشه موجهه للالعاب بشكل كبير، وهي انها بتيجي بتردد 250 هرتز ووقت استجابه 1 ملي سكند. وال1 ملي سكند والارقام اللي بتكتبها الشركات بتكون في ظروف مثاليه جدا وصعب على المستخدم العادي انه يوصل لنفس الظروف المثاليه دي، ولكن ما زالت نقطه قوه في الشاشه برضو لازم نحطها في الاعتبار، ونقطه قوه مهمه جدا في الالعاب. ولما جربت الشاشه في الالعاب وبالاخص في العاب الشوتر الوضع كان خرافي حرفيا، وهتحس بده اكتر لو كنت دايما بتلعب على الشاشات بتردد قليل. وكمان مع جزء الانحناء اللي موجود في الشاشه اللي هو 1500 ار ده بيديك متعه مختلفه وتحس ان انت متفاعل اكتر من الالعاب، لان انت بتحس ان انت جوه اللعبه بصراحه. وبصراحه الشاشه الكيرفت عجبتني جدا وبفكر اشتري واحده. ونيجي بقى لنقطه مهمه هنا، لما تروح للسيتنج بتاع الشاشه عشان خاطر تظبط اعدادات الهيرتز هتخش على السيستم وبعدين ديسبلاي. اول حاجه هتقابلها انك تقدر تفعل اتش دي ار اللي موجود في الشاشه، فبالتالي هتشوف الوان حلوه وبالذات في الالعاب. بعد كده هتروح على اختيار ادفانس ديسبلاي، وفي الصفحه دي هتفتح لك معلومات الشاشه وهتلاقي اسم الشاشه ام اس اي جي 27 سي 4 اكس، وكمان هتلاقي في الاخر كده الهيرتز. زي ما انت شايف كده الشاشه دلوقتي على 60 هرتز، مجرد ما تفتح كده هتلاقي اختيارات كتيره جدا، وهتلاقي ال 250 هرتز. بس لو انت اول مره تستخدم الشاشه مش هتلاقي 250 هرتز، هتلاقي اخر اختيار عندك وهو 239 او 240 هرتز زي ما انت شايف كده. طيب عشان تفتح ال 250 هرتز ازاي؟ تعال اقول لك تعملها ازاي. هتضغط على الزرار اللي في ظهر الشاشه اللي زي الماوس، ضغطه في النص هتظهر لك قائمه الشاشه، ودي من اسهل القوائم اللي انا جربتها بصراحه. هتقدر تتنقل ما بين القوائم يمين وشمال وتحت وفوق عن طريق الماوس اللي في ظهر الشاشه، وفي نفس الوقت لو حابب تختار اي اختيار هتضغط في النص، ومجرد ما تفضل تضغط على سهم شمال لحد الاخر هتختفي معاك القائم، وتضغط في النص مره ثانيه هتفتح معاك القائم. طيب ازاي بقى هكسر سرعه الشاشه نفسها من 240 ل 250 هرتز؟ هتروح للسيتنج وهتنزل تحت كده هتلاقي دي بي اوفر كلوكينج، هنا هتعمل لها اون. مجرد ما تعمل لها اون هتلاقي الشاشه بتاعتك وصلت ل 250 هرتز، بس طبعا هتروح لنفس الاعدادات مره ثانيه وهتلاقي الاختيار وصل فيه 250 هرتز زي ما شفت في الاول. كمان الشاشه بتدعم الهاي دايناميك رينج اللي هو الاتش دي ار، بتديك الوان افضل وهتحس بتشبع في الالوان عن الشاشات العاديه. وكمان ام اس اي ضافت ميزه حلوه قوي وهي الوايت كلر جامت اللي بتخلي فيه تغطيه الوان بشكل اوسع في الشاشه وتشبع في الالوان وبالاخص في الالعاب. وزوايا الرؤيه في الشاشه بتوصل لحد 178 درجه، يعني من الاخر هتضمن زوايا رؤيه كويسه جدا. وفي نقطه لازم اوضحها جدا ولازم تكون فاهمها، وهي نقطه البانل، وهي ان البانل اللي بتيجي في الشاشه هنا من نوع في اي، وزي ما بنقول كده البانل دي بتيجي في المتوسط ما بين بانل الاي بي اس وبانل التي ان. وبما اني مصمم جرافيك في الاساس انا بقول لك ابعد عن البانل الفي اي، خليك في البانل الاي بي اس، وهتلاقي في ام اس اي اكتر من شاشه بانل اي بي اس، وبالاخص لو بتشتغل في المطبوعات او تعديل الالوان لو انت مونتير او صانع محتوى. علشان كده هتلاقيني قلت في اول فيديو شاشه للالعاب لانها موجهه اكتر للجيمر. ولكن في نقطه حابب اوضحها برضو، اللي انا قلته دوت ما يقللش من الوان الشاشه نهائي، لان الوان الشاشه كويسه جدا. وعلى حسب كلام الشركه تعالى اقول لك على شويه ارقام. الادوبي ار جي بي في الشاشه بيكون 88.7%، والدي سي اي بي 3 بيكون 89.7%، والاس ار جي بي بيكون 113%. وللاسف الشديد
جديد عشان اكون واضح وصريح معاك، انا معرفتش اتاكد من الارقام دي لان القطعه اللي بتقيس الارقام دي للاسف مش موجوده عندي، ولكن عملت اختبارات سريعه كده لالوان الشاشه في برامج ادوبي، وبصراحه الالوان كويسه ولكن مش الادق زي بانل الاي بي اس، وكمان الشاشه بتيجي فريم ليس ما فيهاش اي حواف نهائي، والشاشه بيجي فيها ميزه حلوه قوي ان السطح بتاعها معالج ضد التوهج، وده مش هيخلي اي اضاءه ظاهره مع اللون الاسود في الخلفيه، وكمان الشاشه بتدعم خاصيه فري سينك من اي ام دي. تعالوا نتكلم بقى عن نقطه السطوع في الشاشه، وهو بصراحه على الورق مش الرقم الاعلى في السطوع، ولكن في التجربه الفعليه السطوع كويس جدا، والشاشه بتيجي بدرجه سطوع 300 نت، ورغم ان 300 نت مش الاعلى في السطوع، ولكن ام اس اي عالجت موضوع السطوع ده بشويه اوبشن كده في الشاشه جامده قوي، هتفرق جدا في السطوع وبالاخص مع الالعاب. واول تقنيه وهي تقنيه الانتي فليكر، ودي تقنيه بتقلل الوميض اللي ظاهر في الشاشه، والوميض ده اللي هو الذبذبات او الخطوط السوداء اللي بتبقى موجوده في الشاشه، وفي الاغلب عينك ما بتلاحظهاش بسهوله، لازم تكون عاليه جدا عشان عينك تلاحظها بالعين المجرده. مع تفعيل التقنيه دي هتريحك جدا وهتديك تجربه مشاهده مريحه للعين. وعندك التقنيه الثانيه اللي هي النايت فيجن او الرؤيه الليليه، ودي تقنيه ذكيه جدا بتيجي مع الشاشه وهقول لك ازاي تشغلها كمان شويه. التقنيه دي بقى بتشتغل على المناطق السوداء اللي موجوده في الالعاب او اي حاجه بتشاهدها او اي حاجه بتعملها على الشاشه، وتعلي السطوع بتاعها، بس في نفس الوقت بيكون سطوع مناسب ومريح للعين جدا. يعني من الاخر هتلاقي التاثير بتاعها في الالعاب زي العاب الرعب والحاجات اللي فيها ظلام كتير او ظلام دامس شويه. وبما اننا فتحنا قائمه الشاشه تعالى اكلمك عنها. اول حاجه وهو الجيمنج، لو رحنا الجيمنج كده هنلاقي فيه اكتر من اختيار، الجيم مود، والجيم مود ده هتلاقي فيه اكتر من اختيار جاهز او اكتر من اوبشن جاهز، لو غيرت ما بينهم هتقدر تغير في الالوان وتختار المود اللي يعجبك. وتاني اوبشن بقى هو النايت فيجن، النايت فيجن ده اوبشن جامد قوي، تقدر تختار اكتر من مود وانت بتلعب في الالعاب المظلمه، هيفرق معاك جدا في الاضاءه او الاماكن الغامقه بزياده مش شايف فيها، هيفتحها لك عن طريق المود اللي انت شايفه دوت، تقدر تتحكم فيه وتختار المود اللي انت شايفه مريح للعبه، وفي نفس الوقت هيوضح لك كل حاجه لو الدنيا غامقه قوي بالنسبه لك في اللعبه، وفي نفس الوقت تقدر تقفله برده لو مش حابه. بعد كده الريسبونس تايم، والريسبونس تايم هنا بيجي بثلاثه مود، النورمال والفاست والفاست تيست، وده طبعا الريسبونس تايم هو الوقت المسؤول عن حركه الماوس لظهورها للشاشه، فطبعا هو الشاشه هنا هي بتيجي بريسبونس تايم 1 ملي سكند. نيجي للاختيار الرابع بقى وهو الام بي ار تي، الام بي ار تي دوت ده مجرد ما تفعله هتلاقي الريسبونس تايم الاوبشن بتاعه اتقفل، لان الام بي ار تي ده بيديك اكتر من اختيار في اوبشن واحد، وهو طبعا انه يشغل لك او يفعل لك الفري سينك اوتوماتيك، وكمان يعلي البرايتنس زي ما انت شايف كده بتاع الشاشه، وكمان يشغل اتش دي سي ار والريسبونس تايم، كل ده في نفس الوقت. الاختيار الخامس معانا هو الريفرش ريت، الريفرش ريت هنا هو بيطلع لك عدد الفريمات وانت بتلعب، طبعا انا مخليه اون، وتقدر تحدد اللوكيشن بتاعه سواء بقى عايزه يمين او شمال او في النص، او تقدر تحدد انت تعمله كاستمايز وتحدد مكانه في الشاشه اللي هو عدد الفريمات وانت بتلعب. بعد كده هتلاقي اختيار الالارم لو عايز تحدد وقت معين تقعد عليه او تلعب عليه، واخر اختيار سمارت كروس هير. ولو رحنا لتاني اوبشن هتلاقي بقى في شويه اختيارات زي مثلا البرو مود، هتلاقي فيه شويه اوبشن جاهزه كده او مود جاهزه، بالاخص مثلا لو انت حابب تصمم او انت حابب تتفرج على شويه فيديوهات او حاجه، تشوف هنا موف والاوفيس والاس ار جي بي، عندك الايكو، شويه مودات كده برده جامده قوي تقدر تختار ما بينهم. بعد كده اللو بلو، بعد كده الاتش دي سي ار، بعد كده الام بي ار تي زي ما قلت لك، والايمج تقدر برده تحدد انت بقى شويه حاجات في الايمج. ثالث اختيار بقى هو الايمج، تقدر هنا تحدد تعمل كونتراست او تعلي الشاربنس او تعدل انت في الالوان زي ما انت عايز، وورم نورمال كول زي ما انت عايز. طبعا سكرين سايز، تقدر تحدد السكرين بتاع الشاشة عايزه 3 ل 4 او 16 ل 9 تمام، او خليه اوتو، وانا نصيحتي في دي خليها اوتو، يعني خلينا نرجع مرة تانية خليها اوتو احسن. وهتلاقي بقى شوية اوبشن تانية تقدر تكتشفهم مع بعض، زي تقدر تغير ما بين ال HDMI وال HDMI 2 والديسبلاي بورت، وهتلاقي شويه اختيارات تانيه تقدر تكتشفهم انت براحتك. تعالوا بقى نتكلم عن مخارج الشاشه، الشاشه بتيجي بثلاث مخارج، واحد ديسبلاي بورت 1.2 واثنين HDMI 2.0، والشاشه بيجي معاها كابل الديسبلاي بورت وكمان فيها مخرج سماعه خارجيه، وده ادابتور الطاقه الخاص بالشاشه بيكون 20 فولت 2.25 امبير. سعر الشاشه في الوقت الحالي هو 9900 جنيه او 10000 جنيه على حسب المكان او الستور اللي هتشتري منه. واهم ميزه في الشاشه دي ان الشاشه بتيجي بثلاث سنين ضمان من الوكيل. في نهايه الفيديو ده تعالى اقول لك على الخلاصه ورايي في الشاشه، انت لو بتدور على شاشه للالعاب انصحك بالشاشه دي جدا،
وبالاخص لو انت من الاشخاص اللي بتحب العاب الشوتر، لان معدل التحديث اللي هو التردد بيوصل 250 هرتز، وكمان وقت الاستجابه بيوصل 1 ملي سكند. اما بقى لو انت مصمم جرافيك او مونتير او بتشتغل في تصحيح الالوان، الشاشه دي مش الافضل ليك. هتكون جامده جدا لو هتستخدمها شاشه سنويه، ولكن الشاشه الاساسيه بتاعتك لازم تكون ببانل اي بي اس، وزي ما قلت لك شركه ام اس اي عندها شاشات كتير اي بي اس هتكون ممتازه جدا. وفي النهايه صديقي اتمنى تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش تضغط على اللايك وتشترك في القناه. كان معاكم محمد عيسى من ايجلتك.